النهارده بقى يا جماعه معانا في الحلقه دي كلبين جيرمان في اوسكار. اسكت عينك بيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. النهارده بقى يا جماعه معانا في الحلقه دي كلبين جيرمان في اوسكار وفي صخر. هنشوف الاثنين دلوقتي ونعرف من صحابهم مشاكلهم ايه واخبارهم ايه ودنيتهم ايه، لان الكلبين دول داخلين من ضمن الدفعه بتاعت النهارده، الدفعه الجديده، عشان نشوف تدريباتهم ونتابع معاهم في الحلقات اللي جايه باذن الله. هنعرف طباع الكلاب دي ايه ونعرف مشاكلهم ونعرف في اللي احنا بنعمله مع الكلاب دي، هل بيبقى في تغيير، الكلاب دي بتتغير ولا بتسوق وشخصيتها بتبقى ايه والكلام ده كله. انا شايف ان اوسكار متدلع خالص اهو، لعبي صح الاول. انت منورنا، اسمك ايه؟ يوسف وليد الشاف. يوسف، يوسف منورنا يا جماعه من دمنهور من البحيره، احلى ناس واحلى ناس الشافع كلهم منورنا. اوسكار بقى مشاكله ايه؟ لاعب جامد كده عشان هو يكون واضح. لاعب جامد وما بيحبش يتربق، ما بيحبش يخش البيت بتاعه، ما بيحبش يتحبس خالص، تمام، وما بيسمعش الكلام، يعني لاعب جامد. مفيش طعم، شراسه، مفيش شراسه، مفيش شراسه، مفيش اي حاجه. هو عنده ايه؟ ايه؟ اي حاجه، مفيش، لاعبي بس 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 حبيبي. طيب بياكل ايه؟ بياكل كارثه وهياكل. بتوكله في اليوم كم مره كده؟ نكله طقه واحده بالليل. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، اشمعنى عند ابو نور هنا؟ يعني في مراكز تدريب في مصر كتير، اشمعنى المكان ده؟ يعني بسم الله ما شاء الله، اولا حضرتك مسمى حبيب قلبي، ثانيا الكلاب بتطلع من تحت ايدك بسم الله ما شاء الله طاعه بالامر. حبيب قلبي ربنا يبارك لك، انت نورتني النهارده، نورك والله بنور. وباذن الله نبدا نشتغل معاه وهنشوف المشاكل بتاعته ايه نحلها، تمام، وهنبقى متابعين مع بعض على اليوتيوب وعلى الواتس. خلاص في اي حاجه هتبلغنا بيها تقول لنا عليها. طبعا فتره التدريب بتبقى من 15 يوم لشهر، بعد ما بنخلص بنقول لك تعمل مع الكلب 1 2 3، وباذن الله النتيجه هتكون موجوده معاك كمان، ولو في اي حاجه بتتابع معايا في التليفون. خلاص في اي حاجه تانية عايز تقولها؟ طيب كان اخر مشكله صحيه قابلتك معاك كانت ايه؟ لا اخر حاجه جبت له فيها علاج او حاجه زي كده؟ كان درجه حرارته عاليه وكده. كان عنده درجه حرارته عاليه، واخد تطعيماته كلها. تمام، نورتنا جون النهارده. ده يا جماعه كان اوسكار، يلا بينا بقى نشوف صخر طبعا من محافظه الغربيه، تعالوا اهوت يلا. الحمد لله على السلامه كبير. ما تخافش يا عم، انا مش جاي يا ابني، مش جاي يا ابني، انا مش جاي يا ابني، مش جاي يا ابني. لقيت اسمك، اقرا كده، اقرا اسمك، اقرا اسمك، اقرا اسمك. ايوه هو ده، ايوه هو ده، ايوه هو ده، اقرا كده، اقرا اقرا، ايوه هو ده. ان شاء الله اقف جنب صاحبك من هنا وخليه يمشي وبكفاءه وعلى تاني، تبقى راجل لو هقوط عليك. حبيب قلبي الحمد لله على السلامه، تنورتنا النهارده. الله يسعدك. صخر طبعا، انت ابوه ولا انت؟ انت احمد، انت نورتنا النهارده وشرف لنا، تنورونا النهارده واحسن الناس الغربيه كلهم. صخر بقى مشكلته ايه؟ هو في العادي ان هو رفيع اصلا، جسمه رفيع. مالناش دعوه برفيع، احنا عايزين التدريب. لا هو مشكلته ان هو مش بيسمع الاوامر، مفيش اوامر، مفيش اوامر، طاعه، شراسه بقى، شغال الى حد ما، مش برضه مش بيمسك، مش بيعض، بس هو شغال. يعني هو بيعمل كده بيجربني يشوفني هنخاف منه ولا لا. لو رحت ضربته هيقف، بس هو بيهوهو بس، بس مش بيمسك. يعني سهل ان ينضحك عليه، ينضحك على ايه؟ ودي المشكله اللي فيه. والاوامر نيله، لو اتفك بيجري، لو اتفك بيمشي ما بيوقفش، بيجري بيلعب. تمام، حضرتك حاطه ربطه ولا طلقه في البيت والكلام ده؟ بيبقى بالليل في البدروم بيسيب، انما طول النهار بقى مربوط بره في الشارع. عندنا جنينه كده زي نظام جنينه كده مربوط بره. يعني انا مثلا لو انا جيت دلوقتي كده، حضرتك ممكن تيجي هنا كده شويه؟ لو انا جيت وقفت كده عادي مثلا، اديته ظهري كده عادي خالص يعني؟ هيشمني بقى دلوقتي وهيعمل نفسه بيتعرف عليا وبتاع، ويحصل في صداقه ما بيننا والكلام ده كله. بالظبط كده صح؟ سهل ان هو يتحل او سهل ان هو حد ياخده ويمشي والكلام ده كله؟ دي مشكلته. طيب وبالنسبه للطاعه؟ مفيش. والطاعه لو عمل ست يعمل ست بالعافيه، انما لو سلم ضيع. مفيش خالص. تمام، وما بيركز في ثبات ولا حاجات زي كده؟ لا لا لا،
انت قلت لي ان انت طلقه في البيت بالليل بس لما بيخش ينام. اه طب كم واحد بيتعامل مع الكلب ده؟ العيلة عندنا كتير. لا انا ماليش دعوة بالاسرة اللي هي الحريم او الاطفال والكلام ده. كم واحد ناس كبيرة بتتعامل مع الكلب بصراحة؟ ممكن والدي بس. لا كبار والدي بس ما فيش حد. والدك بس اللي بياكله ويشربه وبيتعامل معاه؟ اه بس. يعني انت بتتعاملش مع الكلب؟ انا والدي بس. لا من حيث الاكل احنا بنأكله كتير. اللي هو العيلة بس ما فيش حد غريب بيأكله. طيب ما فيش حد غريب بيخش يقعد معاك وهو قاعد كلام زي كده؟ احيانا برضو بتحصل. ما احنا مش عايزين دي. احنا عايزين نعمل للكلب انفعالات من ناحية البني ادمين من ناحية اي حد فاهمني؟ فاللي احنا هنشتغل عليه احنا هنقول لك تعمل واحد اتنين تلاتة وانت هتعمل زي ما نقول. تمام مش مشكله. بدأ يسمك اهو. ما هو في صحابية بينه بس خلاص. ده في معرفة كنا بنقابله بعض زمان. معرفة قديمة. في معرفة قديمة. طبعا هو اي كلب متاح ان حد يخش عليه طبعا بالطريقه اللي انا دخلت بيها عادي ان انا نقف جنب الكلب وندي له مساحه ان هو يشمني بس. تمام. انما لو دخلت على الكلب من وشه اي اشاره بايدك فلازم الكلب ينفعل او يخاف. تمام. باذن الله هنبدا نشتغل معاه. انت قلت لي بياكل ايه بقى؟ بياكل الرجوله دماغه مسلوقه. يعني هو عامه اكله ان هو احط له اكله واسيبه ويمشي. ما بياكلش. انا سمعت اخوك باين بيقول لي ان اكله ضعيف جدا. ما باكلش اكله ضايع. تمام. طيب في مشاكل تانية عايز تقولها لنا دفا؟ لا هو رفع بس وعدم سمعانه الكلام والشراس عايزه يمسك يعض. تمام. طب انا هنسالك سؤال بقى من ناحيتنا احنا ده. اشمعنى هنا عند ابو نور بقى؟ يعني انت حاجز بالك شهرين وموضوع وبتاع. انا متابعك اصلا بقالي تقريبا سنه على اليوتيوب حبيب قلبي الله يعزك. طب المتابعه دي ما غيرتش انطباعك من ناحيتنا؟ انا كانت الفكره عندي ان انا عمري ما هودي كلاب تتدرب او اخري اربي كلب ان هو يجي عندي في البيت ده اخري. لما شفت حاجات بتخش لك وبترجع هتطلع حاجه تانية ليه ما اجربش؟ حبيب قلبي حبيب قلبي انت نورتنا النهارده وشرف لينا. الله يخليك. وتحياتي لكل محافظه الغربيه وكل الناس الجميله. تحياتي لكم يا جماعه. احنا كده صورنا كلبين في الحلقه دي. الكلبين دول هيبقوا معانا في التدريب وهنتابع مع اصحابهم وهنتابع معاكم انتوا كمان لان انتوا شيء مهم ان انتوا بتدونا رايكم في التدريبات. تحياتي لكم جمال وتحياتي لكل متابعينا واحلى مساء عليكم على الغربيه والبحيره النهارده في حلقتنا. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي.